حلقة جديدة من حلقات الترابيزة. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن موضوع شائك جدا جدا جدا، والحقيقة اللي احنا خلينا نفكر ان احنا نتكلم عن موضوع النهاردة انه لاحظنا في الفترة الأخيرة قنوات السوشيال ميديا ومنصات السوشيال ميديا، منصات معينة في السوشيال ميديا أو مواقع مشهورة جدا زي نتفليكس مثلا أو مواقع تانية، بيكون فيها محتوى للمثليين بشكل كبير جدا. يمكن ناس كتير علقت وكانت بتقول انه ده عشان خاطر المجتمع الشرقي يبتدي يتقبل المثلية ان هي تكون موجودة ما بيننا بشكل عادي وبشكل طبيعي. فالحقيقة ان الموضوع لفت نظري. انا كنت اتكلمت قبل كده عن مرض اسمه مرض اضطراب الهوية الجنسية، والمرض ده موجود والمرض ده معترف به، والمرض ده يمكن الأزهر عارفه، وساعات بيدي تقارير لبعض الأشخاص اللي بيعانوا من مرض اضطراب الهوية الجنسية إنه هو بيكون بعد الفحص المرة واثنين وثلاثة وعشرة بتدوا يدوله تقرير إنه هو عنده، من مستشفى الحسين تقريبا بيكون من هناك، إنه عنده مرض اضطراب الهوية الجنسية، إنه هو زي ما يكون هيئة رجل ولكن هو حاسس إنه جواه مرأة، أو العكس هيئة مرأة وحاسة إنه جواها رجل. ده هو مرض اضطراب الهوية الجنسية، الأزهر معترف بيه وبيدي تقارير للناس عشان تعمل عملية العبور الجنسي من رجل لأنثى أو من أنثى لرجل، وكمان لو في حالة إنه يكون في الشخص نفسه عنده مشاكل عضوية أو مشاكل جسدية، في ناس ما بتبقاش عارفة هي رجل أو ولا امرأة، الأعضاء بتاعتها مش واضحة مش باين، وده مرض وموجود وموجود ما بين الناس، وبيبتدي يشوفوا ميوله الأكتر لرجل ولا لست ويبتدوا يحددوا على هذا الأساس هيتعالجوا مع الموضوع ده أو هيعالجوا الموضوع ده إزاي. معايا في حلقة الترابيزة النهاردة ملك الكاشف. ملك الكاشف شخصية معروفة عبر قنوات التواصل الاجتماعي، عندها القناة بتاعتها بتطلع تعمل فيديوهات لايف كتير جدا. هي في الأصل عندها قضية كانت إنه هي أساسا في أصل رجل أو ذكر، ولكن كان عندها مرض اضطراب الهوية الجنسية، خدت تقرير من مستشفى الحسين إن هي عندها اضطراب الهوية الجنسية وإن هي بتميل أكتر إنها أنثى مش رجل، ولكن